عمرك شفت الكلمة دي وما فهمتش معناها ايه؟ طب دي النهاردة جايب لكم اهم الاختصارات اللي بتستخدم في الشات ومعنى كل اختصار منهم. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على Learn Different Academy. في حاجة في اللغة الانجليزية اسمها acronym. لو في جملة طويلة مكونة من 3 كلمات او 4 كلمات باخد اول حرف من كل كلمة من الكلمات دي وبحطهم على بعض يكونوا الاختصار او الاكرونيم ده. تعالوا نشوف مع بعض اهم الاختصارات اللي بتستخدم في 2020. اول اكرونيم معانا هو BTW وده هو اختصار ل by the way يعني على فكرة او بالمناسبة بالشكل ده. تاني اكرونيم معانا FYI اللي هو for your information يعني لمعلوماتك لعلمك زي ما احنا بنقول بالشكل ده. تالت واحد معانا هو LOL وده انا شخصيا زمان كنت بقول عليه LOL لما بلاقي حد بيكتبها بقول LOL. فلول دي اللي هي laugh out loud دي اللي هي ضحك بصوت عالي، عارف لما يكون واحد بيكركر من كتر الضحك بيقول لول بالشكل ده. ممكن تبقى لول وممكن تبقى لولز اخرها زي LOLZ اللي هي laughs بقى ناس كتير بتضحك بقى مش واحد بس، اللي هي laughs out loud يعني ضحكات او ضحكات لناس كتيرة كده الجملة ضحكات لناس كتير تمام. كمان معانا LMAO اللي احنا بنقول عليه الماو بس هو مش الماو خالص يعني ما علينا، المهم ان هو برضو ليه علاقة بالضحك اللي هو ضحك درمغة ضحك او ضحك كركرة او يعني هو ضحك كتير. الاكرونيم اللي بعد كده هو ROFL وده اكرونيم لكلمة Rolling on the floor laughing يعني بيتمرمغ على الارض من كتر الضحك اللي هو يعني خلاص سخسخ وقع على الارض وقعد يعني هنجيب له الاسعاف من كتر الضحك. الاكرونيم اللي بعد كده هو TTYL talk to you later يعني هكلمك وقت تاني هكلمك بعدين يعني تحلق له الاخ. OMG oh my god دي عارفينها oh my god عارفينها كلنا يعني يا الهي يا خبر يا لهوي. VBG ودي اللي هي very big grin ودي معناها ضحكة ملجلجلة كده ضحكة اللي هو ايه مسمعة لسبع دور. XOXO دي اللي هي hugs and kisses اللي هي لما اتنين صحاب بيحبوا بعض قوي بنات يعني طبعا اكيد الولاد مش هيعملوا كده وبيقابلوا بعض بالاحضان والقبلات اللي هي hugs and kisses اللي هي الاحضان والقبلات ودي بيرمز لها XOXO. BRB be right back اللي هي هجيلك تاني او ساعود بعد قليل شغل بقى سبيس تون بقى والكلام ده. TYT اللي هي take your time خد وقتك براحتك على اقل من مهلك مش مستعجلين حاجات زي كده. طبعا بدل ما نقول يو ونكتب YOU هنكتب حرف اليو بس، فما اقول I love you هكتب I love وبعدين حرف اليو كده معناها يو يعني انت. بما ان thanks كلمة طويلة جدا فمن كتر يعني ما هي كلمة طويلة فهم بيختصروها لثلاث حروف بس فبيقولوا THX وساعات بيقولوا TX وحاجات زي كده. وكلمة about طبعا كلمة طويلة جدا فبيختصروها لثلاث حروف برضو فتبقى ABT about، فلما تلاقي حد كاتب ABT معناها about على طول اللي هي عن I'm talking to you about something. طبعا لو بنت عندها boyfriend بعيد الشر يعني فبتختصروا طبعا كلمة باي فريند برضو كلمة طويلة زي ما انتوا عارفين او كلمتين طوال فبيختصروا الحرفين بس فبيقولوا BF يعني باي فريند. وطبعا الجيرل فريند هتبقى GF منطقي. ولو انت بتتكلم عن حد الناس عارفاه والحد ده صديقك العزيز هتقول عليه BF برضو، فممكن تقول BF على الباي فريند وممكن تقول BF على البيست فريند. وفي ناس بتختصرها وتقول BFF اللي هي بيست فريند فوريفر، بيست فريندز فوريفر يعني يو ار ماي BFF يعني انت صديقي المفضل الى الابد. DIY ده اختصار لكلمة do it yourself يعني اعمل الحكاية دي بنفسك، اعملها انت لوحدك وانا مالي، ساعد نفسك بنفسك انا مش شغال عندك. بندخل كتير ويب سايتس وبنلاقي FAQ دي اللي هي frequently asked questions اللي هي الاسئلة الشائعة او اكثر الاسئلة شيوعا، الاسئلة اللي الناس كتير بتسألها وبتتكرر. طبعا الفيسبوك كلمة طويلة فبيختصروها FB فبتبقى فيسبوك FB. لو عايز تقول لحد انا معرفش فهتقول IDK اللي هي I don't know. ASAP دي اللي هي as soon as possible يعني بأسرع ما يمكن. SYL اللي هي see you later يعني أشوفك بعدين أشوفك وقت تاني مع السلامة. آخر حاجة معانا MVM وده acronym لكلمة never mind يعني ولا يهمك ما يهمكش عادي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية وتشوفوا كمان القديم
واعملوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات اللي جايه، عشان في فيديوهات جايه جامده جدا جدا. See you later.